بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في هذا اللقاء نعرض لأمر عظيم، لأمر يتعلق بالقلب، هذا العضو الذي رفع الله عز وجل قدره فذكره في كتابه باسمه، وعلق عليه النجاة والفوز يوم القيامة، فقال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلن يفلح الإنسان يوم القيامة إلا إذا جاء بقلب سليم. والقلب السليم هو ذلك القلب الذي سلم من أمراض الشبهات، وسلم من أمراض الشهوات. القلب السليم الذي امتلأ بالعلم بربه جل جلاله وخشيته وبحبه سبحانه وتعالى. هذه القلوب هي محط نظر الرحمن، فالله سبحانه وتعالى مقصوده من عمل العبد صلاح قلبه. فنريد أن نقف أيها الإخوة مع هذه القضية، ما دام أن فوز الآخرة علق على سلامة القلوب. وحتى نستعرض لهذا الأمر، فإننا نريد أن نقف مع كتاب ربنا لنعرض أو لنستعرض حال هذا الإنسان في القرآن. فإذا وقفنا مع القرآن، فإن القرآن يبين لنا أن هذا الكتاب إنما أنزله الله عز وجل لصلاح هذا الإنسان. فأنت المقصود بإنزال هذا الكتاب، فما أنزل الله عز وجل القرآن إلا للإنسان. وهذا القرآن رسالته الهدى، لأن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فرسالته الهدى، هداية من؟ هداية الإنسان. ولن نجد كتابا يحدثنا عن الإنسان بالصدق والحق كما يحدثنا القرآن، ولن نجد كتابا يبين لنا قيمة الإنسان
وقدر الإنسان كما بينه القرآن، ولن نجد كتابا يحدثنا عن تاريخنا وعن أصلنا الأول بالحق والصدق كما حدثنا القرآن. فالقرآن أخبرنا عن الأصل الأول لهذا المخلوق الإنسان، وأخبرنا الله عز وجل عن خبر إيجاد هذا المخلوق وعن اسمه وهو آدم عليه السلام، فأخبرنا الله أنه خلق آدم بيديه وأنه خلقه من طين وأنه نفخ فيه من روحه وأنه سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها وأنه عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا له وأن الله سبحانه وتعالى أسكنه جنته وأن ذلك تكريم لهذا المخلوق المكرم. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن فرع هذا المخلوق كرم كما كرم الأصل، فقال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فالأصل مكرم والفرع مكرم. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه خلق هذا الإنسان خلقة سوية، فخلقه في أحسن تقويم، وأن الله فطره على الفطرة السوية، فقال عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أنه خلق هذا الإنسان لغاية، فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحياة بهذا النظام لهذا الإنسان لحكمة، فقال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه خلق ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان، وأنه سخر له هذه المخلوقات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه من كمال رحمته وعدله جل جلاله أنه ما ترك الإنسان بدون إنزال هداه عليه، فقال الله عز وجل للأبوين عند نزولهما إلى هذه الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أن هذا الإنسان موقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء، وأن بعد هذه الحياة حياة، وأن المكافأة جنة أو نار، وأن ذلك على ما كسبت يداك. فقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال الله عز وجل
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أن هذا الإنسان هو المكلف بأمر الله سبحانه وتعالى، فأنت المورد لهذه الأوامر الربانية القرآنية. فإذا استعرضنا القرآن نجد كل هذه الأمور في كتاب الله عز وجل. وعلى هذا الأساس لا يمكن للإنسان أن يحقق صلاح نفسه، الصلاح الذي أراده الله، الصلاح الذي يثمر الفوز بالجنة والنجاة من النار، الصلاح الذي يثمر رضوان الله. لا يمكن أن يصل الإنسان إليه ما لم يصلح نفسه وحاله بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. فلذلك ما أحوج الإنسان أن يقف مع القرآن وأن يؤدي حقوق هذا الكتاب كما افترض الله عز وجل ذلك على العباد، وأن نقيم العلاقة الصحيحة فيما بيننا وبين القرآن. حينما أمرنا أن نقرأ القرآن وأن نقرأ القرآن وأن نسمع القرآن، ولا تقوم علاقة مع القرآن بدون ذلك. فكان أول ما نزل من القرآن اقرأ، وقال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا لا بد من أن نقرأ القرآن، ولا بد من أن نسمع، ولا بد من أن نسمع. وهذا الحق الأول، وهذا الأمر الأول الذي به نحقق العلاقة مع القرآن لكي تكون الثمرة صلاح هذه النفوس. والأمر الثاني هو أن نتدبر ما قرأنا، وأن نتدبر ما سمعنا، وأن نتدبر ما نسمع غيرنا من القرآن، وأن هذا محور الانتفاع بالقرآن. فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا تدبرت لكي تصل إلى الثمرة وهي الفهم، أن تفهم ما هو مراد الله، فالتدبر يعين على ذلك. ولذلك جاء النهي والتحذير من قراءة القرآن بدون تدبر. ذلك يقول ابن مسعود: اقرأوا القرآن، لا تهذوه هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب. فإذا ما تدبرت وفهمت فلا بد من الإيمان واليقين. الإيمان بأن كلام الله حق، وأن قول الله عز وجل صدق، والله عز وجل قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والجواب: لا أحد.
فإذا حصل الإيمان واليقين فيأتي الحق الرابع وهو الخضوع والعمل. فبهذه الأمور الأربعة تتحقق العلاقة الصحيحة مع القرآن. والله عز وجل أخبرنا أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسمع الناس القرآن، وجعله الغاية الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وكذلك أمره أن يبين للناس هذا الكتاب، فيبين لهم ذلك بالبيان القولي، ويبين لهم ذلك بالبيان الفعلي. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. فإذا أدركنا هذا الأمر وأردنا أن نعرف كيف نهتدي بهذا الكتاب، وأن نعرف عن أنفسنا بما عرضه هذا الكتاب الكريم وهذا البيان العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكتاب والسنة كل منهما أخبرنا عن الإنسان وعن طريق صلاحه وإصلاحه. فهذا المخلوق المكرم الذي خلقه الله عز وجل، إن من قرأ القرآن وقرأ السنة فإنه يدرك أن الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك من العدم، والذي أمرك واختار لك أشرف الغايات وهي عبادة الله، فإنه أخبرك عن نفسك وعرفك بها، وعرفك كيف أنت تنتج هذه الأعمال، وعرفك كيف تصلح ذاتك. فمما علمنا الوحي الكتاب والسنة أن هذا الإنسان خلقه الله عز وجل حارثا هماما. ما معنى حارثا همام؟ أي خلق هذا الإنسان مريدا مفكرا فاعلا. كل إنسان بهذه الكيفية خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ما معنى أصدقها؟ بمعنى أنه ليس هناك اسم إن سميت به كل إنسان فينطبق معناه على المسمى إلا هذين الاسمين. هل كل من تسميه شجاع يكون شجاعا؟ الجواب: لا، قد يكون شجاع وقد لا يكون. ولكن كل من سميته من بني آدم همام فهو همام، وكل من سميته حارث فهو حارث. بمعنى لو سميت من آدم إلى يوم القيامة كل إنسان بأحد هذين الاسمين لانطبق المعنى على المسمى، فإن هذا المخلوق الذي هو الإنسان فهو حارث همام، دائما يفكر ودائما يسعى للعمل. طيب، هذا الهم التفكير وهذا الحرف أين يتجه؟ فإن الإنسان همه وحرثه يتجه لتحصيل النافع ودفع الضار. كل الناس، فكل إنسان يفكر ويعمل من أجل أن ينفع نفسه،
ومن أجل أن يدفع عن نفسه الضر. هذه العملية بين الهم والحرف نحو تحقيق النافع ودفع الضر. ما هو الأمر أو الشيء الذي في نفسك؟ لأن عندما تنظر إلى الناس وهم يعملون، كل إنسان يريد أن يحقق لنفسه منفعة وأن يدفع عن نفسه مضرة، لكن هل الناس وهم يتجهون إلى المنفعة ودفع المضرة هل ينظرون إلى الأشياء بميزان واحد؟ الجواب لا، نرى تفاوتا عظيم يصل إلى التضاد. فنرى ما يراه فئة من الناس أنه نافع، فئة أخرى ترى أنه ضار. ما هي الجهة التي في الإنسان مناط بها تحديد النافع والضار؟ العقل. هذه القوة، هذه الآية المبهرة التي خلقها الله عز وجل فيك، دورها ما هو؟ إدراك الأشياء. وهذا الإدراك الهدف منه الوصول إلى إدراك ما هو النافع وما هو الضار. فإذا أدركت أن هذا نافع تحركت أدوات العمل لتحصيله، وإذا أدركت أن هذا ضار تحركت أدوات العمل نحو دفعه. وأن هذا العقل أين محله؟ أخبرنا القرآن والسنة أن محل ذلك هو القلب، أن محل ذلك هو القلب. أم لهم قلوب يعقلون بها؟ فهذه القلوب التي هي محل للعقول هي التي يكون منها إدراك الأشياء وتصور ما فيها من النافع والضار. وهذا العقل الله سبحانه وتعالى خلقه هذه الخلقة وجعل، ولذلك قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذن هذه أدوات التعلم، فالإنسان يسمع، يسمع والإنسان يرى، ويصل ذلك إلى القلب، والقلب هو الذي يدرك هذه الأشياء. فلذلك هذه الأمور تعرض على القلب والقلب يتخذ القرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى. إذن هذه القلوب هي المكان الذي يقرر والمكان الذي يدرك النافع والضار في الأشياء. ومن هنا أصبح للقلب هذه المكانة العظيمة العالية، لأنه أنيط به أعظم الأشياء إدراك ما في الأمور من النفع والضر. لذلك جاء وحي السماء ليجعل أعظم مقصود في الإصلاح وماذا؟ هو قلب الإنسان، هو قلبك. وأن الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي أعظم مراد هو أن يصلح هذا القلب. ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بذاك القول العظيم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أدركنا إذن أن الوحي علمنا أن الإنسان حارث همام خلق بهذه الخلقة، وأن حرثه وهمه يتجه نحو تحقيق النافع ودفع الضار،
وعلمنا أن العقل هو الجهة التي مناط بها إدراك الأشياء وما فيها من المنافع والمضار. فمن هنا كانت عناية الوحي بإصلاح هذا الميزان، بإصلاح هذا الميزان. وهذا القلب الذي أنيط به هذا الأمر وهو إدراك حقائق الأشياء، فإن مقصود الوحي في إصلاحه هو أن القلب يدرك أنه لا يستطيع لوحده أن يدرك الأشياء وما فيها من المنافع والمضار، وأن الذي يقدر على ذلك إنما هو الله جل جلاله. فيكون أعظم إصلاح للعقل هو ماذا؟ هو توحيده لمصدر التلقي، أن يعلم أن وحي السماء هو المصدر الذي يستقي منه ما هو النافع والضار، وأن الطريق إلى الوصول إلى هذه النتيجة، الطريق إلى ذلك أصل عظيم وهو علمه بالله جل جلاله. فبقدر ما يكون في قلبك من العلم بالله، بقدر ما يكون في قلبك من الخضوع والقبول لأمره ونهيه والتسليم له، وبقدر ما يكون عند القلب من الانصراف عن تلقي أمر السماء، بقدر ما ندرك أنه يعيش حياة الجهل بالله عز وجل. فكلما ازداد العلم بالله ازداد الخضوع والتسليم لله، وكلما قل العلم بالله فإن هذا القلب انصرف عن الله. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن أنه مستغن عن ربه عز وجل فإنه يطغى، لا يقبل أمر الله. فأدركنا بذلك أن عنوان صلاح القلوب علمها بربها عز وجل علام الغيوب، وأدركنا أن هذا العلم أعظم ثمرته ما هي؟ توحيد مصدر التلقي، أنه يتلقى عن ربه عز وجل. فإذا صار قلبك سليما، ما الذي ستجد في حياتك؟ الذي ستجد في حياتك أن كل شيء تريد أن تعمله فإن قلبك يقول: استفت ربك وارجع إلى وحي السماء. قال حاتم الأصم قرين الإمام أحمد: نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد منهم اتخذ لنفسه عدوا، كل واحد يصارع أحدا من الناس. قال: فقلت: يا حاتم، من عدوك؟ أنت تعادي من؟ قال: فرجعت إلى كتاب ربي. رجعت إلى أين؟ إلى القرآن أسأله، لأن القلب سليم، وأن العداوة ليست قضية بهواك. قال: فرجعت لكتاب ربي فوجدت فيه أنه ليس من ضربني عدوي، وليس من شتمني عدوي، وإنما عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله، وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدوا.
إذن هو منهج. إذا وجدت أن قلبك يطاوع نفسك فتعمل الجوارح أعمالا، ولو سئلت هل هذا الأمر يرضي الله أو لا يرضي الله لا تجد عندك جواب، إذن اعلم أن هذا القلب لا يعمل بصورة صحيحة وأن هناك إشكال. إذا وجدت أن النفس تأمرك وتوجهك أن تعمل شيئا لا يرضي الله وتجد أن القلب لا يتألم ولا ينكر ولا يلومك على ما فعلت، فاعلم أن القلب فيه مشكلة وأنك لم تبني قلبك بناء صحيحا سليما. ويوم القيامة قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا وجدت أنك ترى أن الله عز وجل يعصى من الناس وتجد أنه ليس لذلك الأمر أثر على نفسه، فاعلم أن القلب فيه مشكل. يقول سفيان الثوري: إني أرى المنكر، المعصية يفعلها غيري من الناس، قال: فلا أطيق تغييرها، ما أستطيع، قال: فأبول الدم كمدا من الحزن. فإذا هذا القلب الذي أنيط به هذا الأمر وهذه المعالم التي أشرت إليها، إذن هي قضية نحتاج أن نقف ونتأمل، هل نحن فعلا ننظر إلى هذه القلوب وندرك أن أوجب الواجبات علينا في هذه الدنيا أننا نحمل قلوبا سليمة؟ لأن هذا القلب أخبرنا القرآن كما أن هناك قلبا سليم فإن هناك قلبا مريض. يا نساء النبي لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض، إذن هناك قلوب مريضة وهناك قلوب ميتة قاسية. فإذا كان الإنسان لا يعرف من القلب إلا هذه المضغة التي تضخ الدم فقط، هذا إشكال كبير. وإذا ما أدرك أن هناك أوصاف أخرى للقلب جاءت في كتاب الله بأن هذا القلب يوصف بأنه قلب حي صحيح سليم، ويوصف بأنه قلب مريض، ويوصف بأنه قلب قاسي ميت، قلبك من أي الأنواع هذه؟ كيف تعرف تقيس وضع قلبك؟ ويوم القيامة لن ينفعك أن تأتي بأموال ولا بأولاد، وإنما الذي ينفعك وفق ميزان الله أن تأتي بهذا القلب سليما. هذا القلب الأصل في خلقته ماذا؟ السلامة، لأنه محل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالأصل في هذا القلب أنه خلق وفيه الإقرار بوحدانية الله والتسليم له. وهذا الأمر أين تكميله؟ تكميله بشريعة الله التي ينزلها الله على الأنبياء. لذلك الدين ما هو؟ فطر سوية مكملة بشرعة مستقيمة. فإذا بقيت القلوب على فطرتها السوية وكملت بالشرعة المستقيمة كان الإنسان المؤمن صاحب القلب السليم. هذا القلب الخوف عليه من ماذا؟ الخوف عليه من ثلاثة. الخوف على هذا القلب وانحرافه من أين يأتي؟
من ثلاثة أمور. الأول ما هو؟ الأول النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالخوف على القلب من جاره هذه النفس، والنفس أمارة بالسوء. قلنا حكمة الوجود ما هي؟ الابتلاء. الله جعل لنا غاية، ما هي غاية وجودنا؟ عبادة الله. ما هي حكمة هذا الوجود؟ الابتلاء، لأن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما هي الأمانة؟ هل تعبدون الله باختياركم أو بالجبر بأنكم تخلقون على خلقة ليس لكم إلا أن تعبدوا الله؟ فاختارت السماوات والأرض والجبال أنهم يخضعون لله عز وجل بموجب الخلقة، وعرض ذلك على الإنسان فاختار ماذا؟ أن يعبد الله بالاختيار، فتحمل هذه الأمانة. فلما كان الأمر أنه اختار ذلك، فحكمة حياة ابن آدم على ظهر الأرض قائمة على هذا الأمر، وهو الابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليكون بعد هذا الامتحان والاختبار المجازات العادلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكتاب لا يضيع شيئا مما عمل ابن آدم، ذلك المجرمون ماذا يقولون يوم القيامة؟ يقولون كما قال الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذا القلب الذي خلق على الفطرة وكمله والتكميل له بالشرعة، فالله عز وجل خلقك على الفطرة، والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يكمل ما في قلبك من الفطرة السوية. فإذا حصل هذا التكامل، أين يتجه القلب إذا صلح؟ يتجه إلى النفس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يزكيها. وهذا أعظم عمل للقلب هو ماذا؟ إذا صلح القلب، وقلنا صلاحه بالعلم بالله، وثمرة ذلك الصلاح ما هي؟ أنه يوحد مصدر التلقي، أن الله إذن أن الوحي كتابا وسنة هما المرجع لهذا العقل في تقدير الأشياء النافع والضار. فإذا صلح القلب بذلك، أين يظهر أثره وأين تظهر ثمرته؟ أعظم ما يكون ذلك في أن يزكي نفسه. لذلك في القرآن العظيم يقسم الله عز وجل 11 قسم، 11 قسم ما تكرر في القرآن. الله يقسم 11 قسم متتابعة. جواب القسم ما هو؟ أن المفلح من زكى نفسه، وأن الخائب الخسران من دسى نفسه. إذن دور القلب أن يزكي هذه النفس. النفس نقصها
وخللها من أمرين عظيمين: الجهل والظلم. فالإنسان خلق ظلوما جهولا، والقلب كما قلنا الأصل في خلقته السلامة، فالابتلاء أول ما يكون بالنسبة لك هو أنك تزكي بقلبك السليم نفسك الأمارة بالسوء. فإذا زكيتها ما هو وصفها؟ النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن نحن نكمل سلامة قلوبنا، سلامة الأصلية التي هي الفطرة، بماذا؟ بشريعة السماء. الباب الرئيس لصلاح القلوب ما هو؟ علمها بالله. خلقت العين، ما هو انتفاعك بالعين؟ أن ترى بها الأشياء. خلق الله لك الأذن، السمع، ما هو انتفاعك بالسمع؟ أن تسمع الأصوات، الأشياء. خلق الله عز وجل لك القدمين لتنقلك من مكان إلى مكان، وهكذا كل شيء خلقه الله فيك له وظيفة. هذا القلب خلقه الله عز وجل لوظيفة. ما هي الوظيفة الرئيسة لهذا القلب والساكن فيه العقل؟ أنه يعرف ربه، وأنه يسلم لحكمه وأمره. فإذا صار القلب جاهلا بالله، إذن صار كمن ماذا؟ الله أعطاه نعمة الإبصار ووضع شيئا على عينيه وظل يمشي ويتخبط ولا ينتفع بعينيه. كذلك من لم يعمل قلبه في العلم بربه فهو بهذه الحال. خلق الله لك هذا القلب وأسكن فيه هذا العقل ليكون وظيفته في الحياة أن تعرف به ربك، أن تعرف به ربك وأن تخضع لأمره. النفس هي الجهة، هي الجزء المسؤول، هي الجزء المحاسب يوم القيامة، هو الذي يقع عليه السؤال، وهي التي تشعر بالألم وتشعر بالراحة. لذلك وصفت بالنفس المطمئنة. والجوارح إنما تخضع لما يكون من هذين الأمرين. فإذا أول ما يكون الابتلاء في داخل صدرك بين العقل بما فيه من السلامة هو النفس الأمارة بالسوء. فإن أصلحت قلبك أعانك على تزكية نفسك. فإذا زكت النفس أمرت الجوارح، لأن هي الجهة الآمرة للجوارح، فأنتجت الخير وفعلت الخير. فإذا عرفنا هذا الأمر، إذن صار الأمر الأول مع هذا القلب. وقلنا الخوف على القلب من ثلاثة أمور. الأول قلنا ما هو؟ النفس الأمارة بالسوء، أنها تستحوذ على القلب وتجعله ماذا؟ يتبع الهوى بموجب ما فيها من الظلم والجهل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلذلك أنت تصلح قلبك ليزكي نفسك، فإن زكت نفسك صلح عمل جوارحك. فإذن هذا الجانب الأول الذي يؤثر على القلب النفس، وعرفنا أن المطلوب أنها تزكى. الأمر الثاني الذي نخاف منه على القلب ما هو؟ الشيطان. الشيطان هذا العدو،
صاحب أقدم عداوة للإنسان وصاحب أطول عداوة للإنسان وصاحب أثبت عداوة للإنسان. فأول عدو لنا إبليس، وآخر عدو لنا إبليس، والذي لا يترك العداوة أبداً هو إبليس الشيطان. والخوف على القلب من الشيطان أعظم من الخوف على القلب من النفس، لذلك ما جاء وصف النفس بالأمارة بالسوء إلا مرة واحدة، وما جاء يعني نجد. أما ما جاء بالنسبة للعدو إبليس فإنه كثر ذلك الأمر في كتاب الله، فكم من مرة والله عز وجل يحذرنا من إبليس: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يذكر عداوته لأبينا آدم وكيف أنه عصى أمر الله أن يسجد لأبينا آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ويخبرنا الله عز وجل عن وسوسته ومكره وكيده بأبينا آدم وأنه أخرجه من الجنة، ويخبرنا عن ترصده لبني آدم: فلأقعدن لهم صراطك المستقيم، وأن طريقه واضح وهو ماذا؟ أن تكونوا من أصحاب الجحيم. إذن عداوة واضحة من هذا العدو. وإبليس ذكي، مخلوق ذكي، لكنه ليس ذكي، ولذلك من ذكائه ماذا يحرص على إفساد الإنسان؟ أعظم ما يحرص أن يصل إلى أين؟ إلى قلبه، إلى الميزان الذي يزن الأشياء، لأنه إذا أفسد القلب كما قال وسلم: إذا فسدت فسد الجسد كله. إذا أفسد الميزان الذي يزن لك حقائق الأشياء فيصبح ذلك الميزان الفساد يزنه بالصلاح، والصلاح يزنه بالفساد، النفع يصوره أنه ضار، والضار يصوره أنه نافع. فإذا صار الإنسان بهذه الكيفية قلبه تمكن منه عدوه إبليس. ولذلك أعظم ما يريد أن يصل إليه هو ماذا؟ هو أن يكفر هذا الإنسان، وهذا أعظم أنواع الفساد للقلب، أن ذلك القلب لا يعرف ربه ولا يعرف حق ربه عز وجل، فيعطي حق الله لغيره من المخلوقين. وأي ظلم أعظم من ذلك؟ وأي فساد للقلب أعظم من ذلك؟ فلذلك هذا العدو إبليس إذن هو الأمر الثاني الذي نخاف على القلب منه، أن يتمكن إبليس من القلب. الأمر الثالث الذي نخاف على القلب منه الذنوب والمعاصي والفتن. فإذن هذه أمور ثلاثة يخشى على القلب منها: تسلط النفس الأمارة بالسوء، اثنين استحواذ إبليس على القلب، ثلاثة تمكن الذنوب والمعاصي والفتن من هذا القلب حتى يتعلق بها القلب ويحبها. وكلما كان الإنسان أوعى، له قلب واعي
إنما تعقلها ماذا؟ قلوب واعية، فهي التي تعقل. فالقلوب الواعية هي تدرك عندما تعود إلى القرآن، فتدرك أن الله عز وجل يخبرها في القرآن ويحذرها من هذه الأمور الثلاثة، أن تتسلط على القلب وأن تتمكن من القلب. وهذا حقيقة من أوجب العلوم على الإنسان، ومما يجب على الإنسان أن يتعلم، لأنه إذا فسد قلبك ماذا؟ بأي شيء ستستفيد؟ وإذا أصبح القلب ميتا، فلذلك أصبح هذا الأمر وتعلمه من أعظم أنواع العلوم ومن أوجبها ومن أفرضها على الإنسان. ولذلك علم القلوب إنما هو علم يرتبط بماذا؟ بأصول الدين، لأنه مرتبط بالعلم بالله جل جلاله والعلم بحقه سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. وهذا أعظم علم في هذه الدنيا، وهذا علم القلوب. فلذلك الحاجة إذن كيف تبني قلبا سليما؟ هذا الأصل. الثاني، كيف تحافظ على القلب السليم من خصومه ومن أعدائه؟ فهذا القلب لا بد له، إذا كان يمرض ويصح ويموت، إذا لا بد له من غذاء ولا بد له من دواء. فما هو غذاؤه؟ غذاؤه الإيمان بالله عز وجل. وما هو دواؤه وشفاؤه؟ القرآن الكريم، لأن الله قال وننزل من القرآن ما فيه شفاء. والإيمان في القرآن، ففي القرآن غذاء وشفاء للقلوب. ولن يجد الإنسان غذاء قلبه إلا في وحي السماء، ولن يجد علاج قلبه إلا في وحي السماء. فإذا أعرض الإنسان عن القرآن، إذن كيف سيبني قلبه وكيف يغذي قلبه؟ وإذا أعرض الإنسان عن القرآن فكيف سيعالج قلبه وكيف يداوي قلبه؟ وهذه حقيقة عظيمة من حقائق القرآن. وأعظم أنواع الهجر أنك لا تجعل القرآن هو الغذاء لقلبك، وأعظم أنواع الهجر هو أن لا تجعل القرآن هو شفاء لمرض قلبك. فإذا هذا غذاء القرآن، وفي هذا دواء غذاء القلوب ودواء القلوب. فالأصل فيه هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإذا أدركنا هذا الأمر وعرفنا هذه القضية بهذا التصور، وعلمنا أننا مكلفين أننا لابد أن نجتهد لنحمل قلوباً سليمة، وأننا لابد أن قبل أن نفارق الدنيا أن نطمئن أن هذه القلوب ليست مريضة وليست ميتة، لأن المجازاة والثمرة والثمن لهذا الأمر عظيم، إما جنة وإما نار، إما جنة وإما نار. فلذلك الإنسان هنا يقف ليتأمل في هذا الأمر.
ونريد أن نقف مع قضية هذا العدو الذي هو إبليس، فإننا نجد في القرآن أن الله عز وجل وهو يخبرنا عن عدونا يخبرنا أولاً عن خلقته وعن طبيعة خلقته، فيخبرنا أنه من طبيعة أخرى غير طبيعتنا. فخلق الله بني آدم من ماذا؟ من طين، ثم جعل النسل من ماء مهين. وأما خصمنا وعدونا فأخبرنا الله أنه خلقه من مارج من نار، وهذا لكي يكون عندك النفر منه ابتداء. وأخبرنا الله عز وجل كما قلنا عن مقاصد عداوته، وأن له هدف واحد يسعى له الليل والنهار، ما هو؟ أن تكونوا من أصحاب الجحيم. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيف تواجه هذا الخصم، ما تركك الله لوحدك، وعلمك عن طرقه ووسائله في تحقيق مقصوده. والقرآن، آيات القرآن تبين لنا ذلك كله، والأحاديث جاءت تبين. ولذلك هذا العدو، لأن الحياة بنيت على الابتلاء، حكمة الابتلاء، مكنه الله عز وجل من أمور مع هذا الإنسان، وأعطى الله عز وجل الإنسان سلاحا يواجه، لأنه القضية هل أنت تنجح أو لا تنجح. فلذلك هذا الصراع الذي بينك وبين إبليس، بينك وبين الشيطان، أولاً لتعلم أن هذا العدو يجري منك مجرى الدم في العروق، وأنه معك في تصاريف حياتك، يحضر في كل عمل. إذن كل عمل هو ماذا؟ هو عملية اختبار، نجاح أو رسوب. تريد أن تشرب هي عملية اختبار، الله عز وجل في وحيه يريد منك أن تشرب بطريقة معينة، إذن ما هو دور إبليس؟ أن تشرب بغير هذه الطريقة. تريد أن تأكل، الله عز وجل في أمره أمرك بطريقة معينة، إبليس ما هو دوره؟ يريد أن يخرجك عنها إلى غيرها. تريد أن تنام، تريد أن تكسب مال، تريد أن تتكلم مع إنسان، تريد أن تبذل الحب لإنسان أو البغض لإنسان، فإبليس يحضر في تصاريف الحياة كلها. والمقصود ماذا؟ واحد، الله أراد منك شيء، إبليس يريد منك أن تفعل ضده. بهذه الصورة، من منا الذي استحضر هذا الأمر في حياته؟ من منا كلما أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو دخل بيته أو خرج من بيته أو لبس ثوبا أو خلع ثوبا أو أراد أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا أو يتبسم لفلان أو أن يعبس في وجه فلان، استحضر أن إبليس الآن حاضر، وأنه سيدخلك في امتحان، إما أن تكون ناجح فيه أو لست بناجح. من الذي في آخر يومه يجلس على فراشه ويستعرض ما حدث في يومه ليرى كم انتصر على إبليس وكم هزم أمام إبليس؟ من الذي يحاسب نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا
من خلال تعامله مع أصحابه كيف كان صلى الله عليه وسلم. نكمل درسنا في الغد إن شاء الله تعالى.